تمساح بطول 4 أمتار يقتل امرأة أمريكية ويسبح بجثتها في قناة مائية وهي بين فكيه. تفاصيل هجوم شنيع من تمساح على سيدة في ولاية فلوريدا. الشرطة أعلنت انتشال جثة السيدة فيما قامت بقتل التمساح الذي التهمها، غير أنها لم توضح بعض ملابسات الواقعة الأليمة. التماسيح تعتبر من الحيوانات الشائعات في جنوب شرق الولايات المتحدة وخصوصا في ولاية فلوريدا. دراسة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كشفت أن هذا الحيوان أودى بحياة 10 أشخاص في جنوب شرق أمريكا بين عامي 1999 و2019، فيما دعت الدراسة إلى إنشاء نظام إبلاغ موحد بين الولايات للحصول على صورة شاملة لمشكلة مواجهة التماسيح.